اتخانقوا يا امام؟ إيه؟ لا يا كابتن والله مفيش خناقه خالص. هو كان مره يا كابتن ايوه. كنت انا نايم، وبعدين كان حسين بس خلاص فهمنا بعض يعني، كان قام فبعدين عمل صوت في الاوضه، فانا قمت قلت له حسين، فصحيت بالنوم انا بقى ساعتها. فكان قبل الفجر بحوالي نص ساعه كده يا كابتن ولا حاجه، فبعدين قال لي انا بتوضى معلش، وهو يعني هي دي يعني مفيش حاجه يعني مش حاجه حاجه مش مشكله. بس عمل فبعدين قلت دوشه. له خلاص ده انت صحيتنا او مصلي الفجر معاكم كده. هو ده من ساعتها مفيش حاجه وقام متهيألي كابتن جاب جونين ساعتها ماتش فاركو والله. طب ده ايوه حصل. بس من ساعتها بقى يصلي بصراحه يعني، هو بصراحه هو بيصلي بقى له فتره كبيره جدا جدا. بيصلي الفجر كله بيصلي كله. لا انا قصدي انه الفجر. الفجر الصلاه كله الفجر احنا بنقوم أكيد. الحمد لله. انا قصدي الفجر بتصلوا مع بعض يا جماعه؟ بنصلي ونرجع نشرب شاي بلبن. مين الامام انت ولا هو؟ لا بنصلي بنروح المسجد يا كابتن. والله ده مصطفى قال لي صوت صوت الامام هناك بسم الله ما شاء الله صوته جميل جدا. طبعا هو مش كل الاوقات طبعا، في اوقات بنصلي في الغرفه بس اوقات كتير بنروح. اوقات كتير. امتى ضايقك يا امان؟ ايه يا كابتن؟ امتى حسين ضايقك؟ لا حسين يا كابتن محترم. لا في اوقات انا في اوقات يا كابتن انا اقول عليها. ايوه قول انت. في ماتش اقول انا؟ لا انا كنت هتكلم في الماتش، كنت هتكلم في الاوضه. قول يا امام، قول يا امام، قول يا امام. لا كان في ماتش يا كابتن اللي احنا لعبناه الاخير بتاع العين. كانت في كوره لينا اوت، فبعدين اتلعبت بسرعه، فانا كنت عايز اخدها واجري. ايوه. فهو خدها من قدامي. فانا وانا راجع بكلمه فلقيته متعصب جدا عليا، بقول له فبصيت له كده من بعيد، قلت له حسين انت بتتعصب عليا يا حسين؟ فبص لي بعدها وضحك، الموضوع عدى يعني. عدى في ساعتها ضحك ان انا واقف في الملعب وخلاص. دي اكتر حاجه. دي اكتر حاجه. هو ممكن يكون عنده حاجه بقى. قول يا حسين. انا في الاوضه. قول كابتن. هو في الاوضه امام. انا بقى اوقات بقى قبل الفطار بقوم ايه نص ساعه او ثلث ساعه. كويس. يعني دي او دي. فاقوم اخش الحمام واغسل سناني واتوضى واصلي والبس واصحيه. تمام. بعد كل ده تصحيه. بعد ده كله يا كابتن اصلا بيبقى فاضل مثلا ايه خلاص 10 دقايق. فاضل 10 دقايق. اتوضى ساعتين. يا كابتن انا يعني انا بقوم اعمل ده كله، بقوم اعمل ده كله وهو نايم. حلو قوي. سيبوه بص ما بكلموش خالص يا كابتن. كويس. يلا امام عشان الفطار. قبلها ب 10 دقايق ربع ساعه. فاضل 10 دقايق يعني. فاضل 10 دقايق. ما انت عمال اصلا ما تقوم تخش الحمام وتلبس. في دقيقتين ثلاثه وعقبال ما نطلع في خمس دقايق عشان نلحق بقى نحضر فطارنا يعني. يقول لي لا لا لسه بدري لسه بدري. يا امام يا حبيبي يلا قوم. يقول لي لسه بدري بس. افضل قاعد وانا مش عايز اطلع اسيبه، خايف يروح تروح عليه النوم. انت خلاص روح انا جاي وراك. اقول له لا ماشي حاضر. افضل قاعد تبقى فاضل خمس دقايق. يا امام خمس دقايق. يا عم خلاص اقوم اقوم. طب روح انت يا امام خلاص خمس دقايق. هنمشي امتى؟ هنمشي امتى؟ طلع اسرار الاوضه بره. هي دي الاوضه بس يا كابتن. والله كابتن يقوم بقى كابتن اخر اربع دقايق. يلا 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 بينا يلا بينا يلا بينا يا امام. انت اخرتني بقى لي ساعه مستنيك. انت كان انت السبب يعني. انا السبب. ويقوم يا كابتن في ثانيه يلبس يلا يلا عشان نطلع نفطر.